قلب من تحب اعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب نصارى نجران المباهل من رسول الله لأنه كلما حدثهم لم يقتنعوا فطلبوا المباهلة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بهذه الهيئة العظيمة، رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله، والسيدة الزهراء سيدة نساء العالمين ابنة رسول الله، والإمام الحسن عليه السلام سيدي مولاي الإمام الحسن وسيدي مولاي الإمام الحسين، فكانت وجوههم نورانية. وعندما رأى رئيس المسيحيين منهم هذا النور العظيم قال لهم يا نصارى نجران لا نستطيع أن نباهل لأننا إن باهلنا خسرنا، فقبلوا بالشروط التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. هذا هو الولاء. نحن ماذا عندنا؟ نحن بدون رسول الله وأهل بيت رسول الله ليس عندنا شيء. في الروايات أن البرزخ بيد الحسين، وفي الروايات أن المحشر بيد أمير المؤمنين، هو قسيم الجنة والنار. إذا أردنا أن نفوز فلنتعلق بهم، هذا هو الولاء. يجب أن نتبرأ من أعدائهم ويجب أن نوالي من والاهم. كل شيء يذهب إلا الولاء لمحمد وآل محمد. يا أيها المؤمنون، يا أيتها المؤمنات، الموضوع جدا مهم، يجب أن نتعلق بآل محمد ولا نتعلق بالآخرين. يجب أن يكون شعارنا هو حب آل محمد، يجب أن يكون علومنا من آل محمد، يجب أن يكون أن نأخذ ديننا من آل محمد، وإلا إن أخذناه من الغير ضعنا وضاع الدين. أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، لا فائدة من كل الجماعات التي تعمل وتقول نحن أفضل وعندنا الأفضل، لا يوجد الأفضل إلا عند آل محمد. كل السياسيين، كل الحزبيين لا يفيدوننا في شيء. إذا تعلق الحزبيون والسياسيون بآل محمد هناك يفيدوننا. يجب أن نأخذ السياسة من علي، نأخذ السياسة من رسول الله، نأخذ السياسة من الحسن والحسين وليس بالعكس. يا قلب من تحب أعرف التحبهم للعقل امتثل واسلك بدربهم المصطفى بالعدد عترته حسبهم بالاسم والوصف عن وحي كتبهم.